معنا اليوم في استوديو أوريو التلفزيون الاجتماعي الويب تلفزيون الاجتماعي المطرب والمؤلف الموسيقي الشهير مايك ماسي. أهلا بك مايك ماسي في استوديو أوريو. أهلا فيك. شكرا. مايك، بدنا نتكلم شوي عن موسيقتك وعن حياتك الفنية. طبعا السؤال الأول، كيلا عن موسيقتك أنه قريبة من، أولا تستلهم من فيروز ومن مؤلفين ومطربين آخرين، إنما أنا الأسامي اللي إجت على فكري على ذهني حتما هي أسماء مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب لغنى الموسيقى تبعيتك ولهالتقارب وهالتفتيش عن الشرق يلتقي الغرب في الموسيقى وفي التأليف وفي الطرب، وعبد الحليم حافظ للعاطفة اللي والصوت وطريقة الغنى تبعيتك. معي حق ولا أنت يعني؟ لأنه بكل الأشياء اللي قريتها عنك ما حدا. أول شيء بدي أشكرك على التشبيه، لأن أنا بحسه هيدا كومبليمون، يعني بحسه مثل واحد عم بيقول لي إنه موسيقتك حلوة، لأنه هول ناس كبار ومهمين، وطبعاً يعني تركوا بصمة كتير كبيرة بتاريخ الموسيقى العربية والشرق العربية. هلا ما بعرف إذا أنا فيني أتقارن بهالأشخاص الكبار، ما بحب فوت بالادعاء عن حالي، بفضل انه شغلي يحكي عن حاله، ومنشوف يعني بنبقى انا بشوفه وانتم بتشوفوا، انا بجرب ثبت لحالي مع الوقت شو بتعمل موسيقتي ولا وين رح توصل واذا انا مقتنع فيها او لا. بس اكيد يعني بلكي عندك وجهه نظر من ناحيه انه عبد الوهاب طبعا كان عنده انفتاح كثير كبير على الغرب كمان بالموسيقى، وكان هو كتير يكون ملهم من الغرب بموسيقته. نسمع كنا بالأفلام ونسمع بكتير مطارح، نسمع تانجو، نسمع سامبا، نسمع كتير أشياء أخذها من عدة بلدان، ومنه عايب هذا الشيء، بالعكس غنى يعني. وبعتقد أنه نحن كلبنانيين، يعني أنا كلبناني، تأثرنا بالغرب كتير واضح بالموسيقى، وتأثرنا بموسيقى من وين ما كان، من تركيا، من 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 كل بلاد الشام طبعا، يعني من منطقتنا، من موسيقى الأغاني، من هيدا يعني على الراديو بتسمع كل شيء، بتسمع غناني بوب انجليزي، بتسمع غناني بوب فرنسي، بتسمع شانسون فرانسيز، بتسمع ام كلثوم، بتسمع كل الانواع من الموسيقى. وهذا بتخيل سبب تأثري بهالجانر المتعددة، لأنه يعني منه كتير شيء قصد سبونتاني طالع هيك عفوي هالموضوع. صحيح، وهذا بيعطي الغنى لموسيقتك وتأليفك، ولكن في كمان هونيك أناقة وطبعا الموهبة الكبيرة. إنما أنا توقفت كمان على الكلام اللي بتقوله، يعني حسيت أنه الزمن مهم كتير لك، يعني الزمن، وعند أوقات تستعمل كلمات متناقضة، مثلا ذكرى النسيان، أو كمان هيدي كتير عجبتني، زعلوا الكلمات أو هالعمر احترق، زعلوا الكلمات أو هالعمر احترق. صح. هلا يعني مثلا يا زمان أنا كتبها زعلوا الكلمات أو هالعمر احترق، صديقتي إيفون الهاشمي اللي كتبتها معي. بدي أقول أول شيء، أنا إذا بدي أخذ كلام من حدا كتير ضروري يكون هالشخص بيعرفني أنا، مش بس بيعرف شو بحب الموسيقى، بيعرفني أنا على الصعيد الشخصي، ليقدر يسحب من لساني الكلمات ويكتبهم عني. إذا كنت أنا من يعني بمطرح ببيريود من حياتي ما عندي أسبيراسيون، ما عندي إلهام، بحس إنه لازم يكون في هالتفاعل وهالفهم على بعض ليقدر يساعدني. التناقض، بتعرف انا يعني هي اول مره حدا بيلفت لي نظري هيك على الكلمات بهالطريقه، وعن جد هذا شيء مني منتبه عليه بالاساس، بس حبيته هلا، حسيت انه مش عاطل يعني بيناتنا، بس منه مقصود.
بلكي انا لانه عن جد في كثير تناقضات فيي، بلكي هالالبوم بحد ذاته لانه انكتب بوقت عمده 10 سنين 11 سنه صراع مع حالي، صراع مع العالم، واليوم انا بحس حالي مرتاح اكثر، متصالح اكثر مع حالي، متصالح اكثر مع الدنيا، متصالح اكثر مع كل الانتوراج. لو في اشياء بتتعبني صرت بستوعبها اكثر. طبعا هذا النضج الماتوريتي بيلعب دوره كثير، مثل ما انت كنت بالاول بدك تضل ريفولوشنير كل الوقت بعمر معين بالجناس، هلا بحس حالي انه بطلت متخبر حدا بس ختيرت شوي، فانه فانه بحس انه هالتناقضات يعني بلكي ما بعرف هلا اذا عم جرب اكتب بعد في من هالموضوع او ما في هالموضوع، بس اكيد انا مثل ما بقولي بالانجليزي I embrace هالاشياء، يعني بحس انه معلي اغمر اقبل هالموضوع انه انا فيني تناقضات مثل ما العالم في تناقضات، مثل ما انه في كتير اشياء بتحصل بهالدنيا بتقول انه طيب في عدل على الارض ولا ما في عدل على الارض، ليش طيب في فقراء بيموتوا من الجوع وفي ناس معهم كتير مصاري اغنياء، في تناقضات على الارض. بتخيل انه الغنية اليوم اذا ما فيها فيكو، ما فيها شيء عايشينه عم بتخبر خبرية ما لها كتير طعمة، بتصير غنية على الموضة مهضومة بتقطع ابو شهر وبتنسى. انا بحب انه اكتب غنية بتحكي حكايات، بتحكي بتخبر عني، بتخبر عن ارضي، بتخبر عن مجتمعي، بتخبر عن ماضيي، بتخبر عن مستقبلي، بتخبر عن حاضري، ومش ضروري تكون دايما فخور بهالشيء، اوقات بكون انا عم بتخانق مع حالي وعم حطهم بغنية. فلازم تكون انا بالنسبة لي لازم تكون غنية عم بتخبر عن الارتيست اللي عم يكتبها، والا ما بتوصل للناس بصدق. صح، وهالشيء يعني بيشعره الواحد حالا بس يتسمع للموسيقى تبعيتك. هون يعني السؤال، يعني قصدك تقول انه مش تعبير عن تشاؤم هذا؟ لا، انا ما بعتقد انه في تشاؤم، يعني التشاؤم هي لحظه من هاللحظات، يعني ما في شيء اسمه لو بونور، ما في شيء اسمه السعاده، في شيء اسمه لحظات سعاده، ما في شيء اسمه حب، في لحظات حب بالعلاقة يلي بتعيشها أو مع الأشخاص اللي بتتلاقى فيهم، والحب أنواع كتيرة نحن بنحدده بسوي منه محدد. هو الحب لحظات بتعيشها مع أشخاص بتتلاقى فيهم بحياتك، بتعيشها مع أمك، بتعيشها مع بيك، مع خيك، مع أصدقائك، بتعيش حالة حب مع شخص مقاطع الطريق بيلهمك، مع حبيب، ونفس الشيء. يعني ما في شيء اسمه تشاؤم بالاغاني، بلاقي يمكن في مطرح في نوستالجي، في نوستالجيا، في زعل، في حنين، بس ما بلاقي في تشاؤم بالاغاني. لو عندهم طابع نوستالجيك، طابع في حنين، بس ما بلاقيهم، ما بيعملوا ديبرسيون، منهم اغاني حزينه متشائمه. لا مايك، اذا رجعنا للالحان وللموسيقى، لاحظت شغلي ما بعرف كان يعني مقصودة ولا الإلهام يعني بياخد هو طريقه الخاص، لمن تغني لمن بالأغنيات الشرقية تيبيك اللي بتستعمل أدوات شرقية، العود، القانون، لمن تروح شوي أكثر صوب الغرب تختفي هالأدوات هيدي، هل هذا مقصود؟ يعني لا، مش دايما، يعني انا بحب اتسلى لانه بزهق كثير بسرعه، فبالموسيقى بحس انه بحب غير وجرب، اوقات تنزبط معي اوقات ما بتزبط معي، مثل كل الاشياء بالحياه، انه مثل كانك عم تعمل جاتو، اوقات بيرفخ اوقات ما بيرفخ، بس انه على الخبره وعلى شويه هيك ذوق ونفس بتصير تعرف شو انت بتحب وتجرب تعمله. انا لا بحس اوقات كثير بالعكس، بالموسيقى الغربيه بحط آلات شرقية، بالموسيقى الشرقية بحط كتير آلات غربية، وأوقات اللي بتسلى فيه بنبسط فيه إنه بحب مثلا الآلات الشرقية تلعب كأنها آلات غربية، يعني بحددها، بتصير ستريكت أكتر، ديكو بيصيروا أوقات عندهم فريستراسيون الموسيقيين لأنه بحل بيقولوا لي طب ما هي موسيقى شرقية بتكون فري أكتر. أنا بحب إنه لا، هيك نجرب، إذا بنعملها كاريش وبيطلع، والعكس صحيح، يعني الآلات الغربية أوقات تلعب بطريقة غريبة أو بتلعب مقامات غريبة، أو أوكي بتقوله للبيانو لعب حجاز، يعني هو منه شيء اختراع الذرة، بس إنه منه كل يوم بيلعب حجاز البيانو، أو ما بعرف يعني، أو العود بتقله بدك تلعب مجار، ما بدك تلعب، يعني أشياء من هالنوع بتسليني، وبحس إنه هني سبع نوتات، إذا ما جربت قد ما فيك من هون ومن هون وجرب تتسلى فيهم وتنبسط
ممكن تزهق، انا شخصيا ممكن ازهق. فمن هيك بلاقي انه قد ما عم جرب ما بخاف، لو اوقات ريسك باخده، بس بحس انه من دون ريسك ما بحب اعيش من دون ريسك، لا بمهنتي ولا بموسيقتي ولا بحياتي ولا بعلاقاتي، ولا ما بحب انه دائما خاف من الاخر مثلا اقول انه اكيد هذا الشخص شرير. لا، انه في عندك اغنيه فيروزيه تماما هي يا عاشقة الورد. الغنيه اكيد مش لإلي، يعني هي للراحل زكي نصيف الكبير. صحيح. هل بإلهامك، هل مثلا الاخوان الرحباني، هل بذهنك، هل في شيء اسمه طرب لبناني او موسيقى لبنانيه بالمعنى اللي بترجم حقيقه لبنانيه فنيه او غير فنيه حتى؟ او شيء لازم نفسر كلمه طرب. طرب يعني هو حاله بتعيشها لما تنطرب، يعني لما تصير بحاله فرح اكستاز انت وعم تسمع هالموسيقى، هيدا هو الطرب. فانه شو ما كان فيكم ينطرب واحد. طبعا في طرب، فيروز طرب، يعني الاخوين الرحباني، كل شيء، فيلمو وهبه، زكي نصيف، اكيد في موسيقى طرب. بس الطرب ما بيتحدد بنوع معين، مش معناتها تغنية طويله وفيها كثير عرب يعني هيدي طرب. لا، هيدا يعني خطا شائع اذا بدك. الناس بتفكر انه الطرب يعني واحد بيضطر بيعرب بصوته كثير وبصير يعمل غنيه طويله بطل تخلص. لا، مش ضروري هذا يكون الطرب ابدا. الطرب هو وقت تكون انت توصل على حاله اكستاز، انت عم تسمع وتقول الله، هاي هي الطرب، هاي هو انه انطربت، طربني هالشخص. فاكيد طبعا يعني كل هالايكول يلي عنيه مدارس، ما انه اكيد اثرت فيها، سي نورمال، وفخور اني تاثرت فيها على فكره. مارسيل خليفه، زكي نصيف، الاخوين الرحباني، زياد الرحباني يلي بحبه كثير، انه في كثير لبنانيين طبعا يعني عمالقه. وانا اون ابرنتيساج، يعني انا نقطه بهالبحر وعم جرب. ابرنتيساج. مايك، انت من بيروت. بيروت اغنيه منسيه، هيدي كلمة عمية، تعبير قوي كتير هذا، غنية منسية، شو بتعني تماما؟ يعني أول شيء أنا ما عشت لابيل إيبوك إذا بدك، ما عشت بيروت يلي أهلي بخبروا عنا ويلي جدي بخبر عنا ويلي عشوا، أنا ما عشتها. أنا خلقت بـ82 كان في الاجتياح الإسرائيلي على لبنان، كان في حرب، كان في بشاعة، وكملت البشاعة لكتير وقت. يعني أنا كل طفولتي بتذكر حالي راكدين من مطرح لمطرح وبالملاجي وببيت الدرج وخيفانين وعم تعطل المدرسة وكل الوقت بسمع عن بيروت. فأنا عشت بيروت الحلم، بيروت يلي أنا بحلم كيف تكون، يلي هي صورة بذهني رسموها الأخوين الرحباني، رسمها زكي نصيف، رسموا ليها أهلي وخبروني عنها. مشان هيك هالغنية بيروت بحكي عن ريحة التراب، بحكي عن الصابون، بحكي عن المونة، بحكي عن بيروت يلي بطلت موجودة بس هي موجودة بذهني. ولما أنا يوم بعد يوم بتفاجأ فيها، بتطلع بقول إنه سي امبوسيبل، مش هيدا هو يلي خبروني عنه. بس أنا حريص على إنه حافظ على هالذكرى على القليلة، وعلى أمل يصير في إعادة أعمار، مش للحجار، إعادة أعمار للثقافة، إعادة أعمار لاعتبار الإنسان، إعادة أعمار للجنس، للشباب يرجعوا يسيروا إجريهم على الأرض بلبنان ويكبروا شوي شوي مع هالوطن. لأنه كتير تشتتنا وكتير صرنا برات البلد وكتير صعب. واليوم بس شوف شاب لبناني عم يعمل شيء لبلده، بيعملوا برا لبنان وبيرجعوا بيفتخروا فيه بلبنان كمان، هذا شيء بيزعل. يعني في أشياء لازم اليوم بلش تتغير، وبعتقد أنه في كتير شباب مثلي عم بجربوا قد ما فيهم، وبتخيل المحاولات الأخيرة بالسنوات الأخيرة عم تنجح. عم شوف أنه صار في كتير ناس عم تشتغل، كتير ناس بلشت ترجع تأمن بلبنان، رجع في انفستيسمون، يعني أحسن شوي من السنوات الماضية. ففي تفاؤل. إذن مايك، إذا سألتك سؤال عن إلهامك، شو اللي بيلهمك؟ ماضي، بتحكي عن الماضي، عن الحاضر، عن المستقبل، هالذكريات، هالإشياء اللي بتتصورها ممكن تحصل أو حصلت، أو
كل هالاشياء اللي بتتشابك بالزمن وبالوقت، شو بتلهمك؟ شو اللي بتشوفه راح يحصل؟ لا عن جد انا يعني لاني فويان ولاني جيني ولاني شيء، انا عن جد بس حدا بحس بالاشياء بقد ما في، يعني بحس وما بقتل احساسي، ما بحارب احساسي، بالعكس يعني تعلمت مثل ما قلت لك احضن الاشياء اللي فيي واقبلها. بالاول كنت اقول عن حالي انه انا كثير حساس، لو بدي ارجع اخلق من جديد بفضل اخلق بلا احساس، لانه قد ما بتوجع قد ما بتتاثر بالناس وقد ما بتنجرح وقد ما بتضل كل وقت ديسو من الاشياء يعني. بس تعلمت هلا مع العمر بتقبل، وعلى فكره بتصير حساس كل ما تكبر بالعمر كل ما اضرب يعني بتصير حساس اكثر. سألني بسالك بقى يعني انا الالهام تبعي بيجي من الاشياء، اوقات حديث صغير او اوقات شخص بكون عم بخبرني خبريه بحط حالي محله بلحظات وبحس انه لازم اكتب، لازم اقول شيء، لازم اقول شيء بهالموضوع. او اكون قاعد بشوف نقطه مي عم تنزل على زهري، هالقد شيء بسيط. اوقات بشوف ولد صغير قاطع عم ياكل بوزه، اوقات بشوف وحده قاعده وحده عم تبكي، اوقات بشوف حدا عم يضحك، اوقات بشوف شخص ما عم بفكر بشيء عم يضحك وحده على الطريق وبصير اقول نياله. يعني حيالله شيء في يكون الهام اذا انت اوفير، اذا انت منفتح على العالم، منفتح على الاشياء اللي بتصير من حولك، ساعتها فيك تستفيد. لانه انا مثلا بالاغاني مثل الموسيقى ما بحب احكي عن الحب، ما بحب احكي عن الحياه، لازم تحكي عن تفاصيل بتصير معك بالحب، عن تفاصيل بتصير معك بالحياه، عن تفاصيل بتصير معك بالعلاقات، مش انه انا بحبك وبرافو، انه انا حبيتك ومش عم بقدر انسيك. اوكي انه بس انه انا ما بلاقي هيدا خبريه عم نخبرها بغنيه، بفضل اقول ليش، كيف، وين شفت، وين تلاقينا، وين حبينا، وين ما حبينا بذات الوقت بعضنا، وين اي متى تلاقينا وحبينا بذات الوقت بعضنا. هولي كلهم امور مهمه كثير حتى تعمل لك غنيه، مثل ما انه الغنيه منا وليده اللحظه اصلا، مثل ما بيقول جاك بريل ومعه حق اكيد، يلي انا كثير كثير فان لجاك بريل، بيقول انه الغنيه منا وليده اللحظه، هي اشياء بتعيشها كثير كثير كثير، بتتراكم وبلحظه ما بتعود فيك ابدا تكبتها تطلع بغنيه. صح. فهيدا اللي اكيد بصير، يعني كل يوم بتكون اسبيري بشيء مختلف وفجاه بتحس انه خلص ما بقى فيني، رح بيجي لازم بقهم، بقى بتقولهم بغنيه. على الحال بقدر اقول لك انه موهبتك واغانيك وموسيقى تبعيتك كثير جدا ملهمه. شكرا. وانا تسمعت لها منيح وبرافو يعني. شكرا جزيلا على وجودك معنا هون. شكرا لك. And best of luck. Thank you so much. Really, Mike. شكرا. Merci, Ellie.